تدريب الببغاء هواية ممتعة حولتها ندى إلى عمل من خلال افتتاح أكاديمية لتدريب أنواعها المختلفة بشكل منهجي. فما هي أنواع هذا التدريب؟ نقدم ثلاث مستويات من التدريب. المستوى الأولاني إنه الببغاني يكون أليف، ينفع يقف على كتفنا، ينفع يقف على أيدينا، ينفع نطبطب عليه. المستوى الثاني نعلمه شوية ألعاب، مثلا ممكن يكون يلف حوالين نفسه أو يكلم. المستوى الثالث بقى ليه علاقة بالدكتور شوية، لازم نخلي الدكتور مهمته سهلة مع الببغان، لأنه لو هو مسكه غصب عنه أو عمل له حاجة غصب عنه بيبوظ التدريب، والببغان بيفقد الثقة تاني في البني آدمين. لا تقتصر تربية وتدريب الحيوانات والطيور على المتعة فقط، ولكن لها العديد من الاستخدامات في مجالات متنوعة. عشان أسباب كتير جداً، عشان بس لعب يعني. لا، عشان تعرف تتعامل مع الحيوان، عشان تعرف تسجل حياته، عشان يبقى حاجة للتاريخ، عشان تعرف تحافظ عليه من الانقراض. وفي طبعا بقى جزء كبير منه ازاي نخلي الحيوانات تخدم البني ادمين او تساعدهم، زي مثلا الناس المكتوفين، الاطفال اللي عندهم توحد، الناس اللي عندها سكر، المسنين، كل الحاجات دي الحيوانات ممكن تخش فيها وتساعد بطريقه كبيره جدا. تتمتع الببغاوات بنسبه ذكاء عاليه، حتى انها تعبر عن نفسها اثناء التدريب بشكل فريد. لما بقولهم على حاجه لا او بس او كفايه، عارفين ان دي ليها معنى. فلما انا باجي ادربه وهو مش عايز يتدرب، او مثلا في نص تدريب يزهق، بيروح قايل لي بس او كفايه او لا، فدي بتبقى حاجه بالنسبه لي، لو يعني عايزين نشتغل. طيب ولان الببغاوات تعشق الموسيقى، تقدم الاكاديميه عروضا خاصه لامتاعها. كنا حابين نشوف رد فعل الببغانات او الطيور عموما لما يسمعوا حاجه شبه صوتهم. هم خافوا من شكلها شويه واستغربوا صوتها شويه، يعني مع الاستغراب بداوا يتفاعلوا بقى، اللي بيرقص، اللي بيقلد الصوت شويه. بيتبسطوا جدا لان الببغانات بتبقى هاديه وبتبقى عايزه تسمع وبتتفاعل مع بعض. علاقه خاصه تنشا بين ندى والببغاء، لا تعتمد فقط على ذكائه الحاد، بل على مشاعر رقيقه لكائن ملؤه الجمال. لكل منا هواية تملأ القلب متعة وابتهاجة. أما ندى فعشق ذكاء الببغاء وجماله، واخترته ليكون رفيق عمل وصديقة. من القاهرة مينا حبيب، الغد.